فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من أفطر يوما من رمضان متعمدا بدون عذر، من أفطر يوما من رمضان متعمدا بدون عذر، فهل عليه أن يقضي هذا اليوم أو يصوم الشهر كاملا؟ لا، عليه، يجب عليه التوبة أول شيء، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.